ده وكل ده بروجرام مانجر خاص بي. وكل مانجر مستقل طبعا لا عن اخر الابجكتيف حقه تو بي اون تايم يكون موجود في الوقت وفي الموازنه والكواليتي ديليفري كل في الاهتمام بالمشروع بشكل عام. لكن خلي بالك لا يتدخل في البروجكت، يحكم المنطقه اللي هي ما بين ما فوق البروجكت، التنسيق بينهم، الريسورسز اللي محتاجها كل بروجكت، الحاجات العليا هذه. لكن الديلي وركينج اوف بروجكت في البروجكت مانجر. اثناء التقييم الدكتور ما يدخلش في الموضوع. ها؟ لما نقيم الاعمال مثلا في البروجكت. هذول اساسا يعملوا ريبورتس اللي هي ريبورتس الاداء. طب تقييمه ولا لا؟ المدير؟ هو اللي هنا ايش بيعمل؟ يشوف الخطه العامه اللي ينشئها من اجل المشروع. يعني انا مثلا كان مشروع لتحسين البنيه التحتيه للشبكه في الجامعه. عملت مشروع لانشاء داتا سنتر، ومشروع لتبديل الشبكه، ومشروع للباك اللي هي الباك هول نتورك. عملت اكثر من مشروع. كل واحد الان بيعطيني وصل لي فين؟ انا هنا فوق بعرف انا في المشروع العام وصلت لفين في الانجاز. هذا يهتم بفوق كلام اين وصل هو؟ هو بدوره بيرفع الموضوع للجهات العليا. His main task is to ensure internal consistency and coherence with development by the program. يعني بيهتم بالتوافق وتمازق، توافق وتمازق تنفيذي. يعني لو شفت انه احد البروجكت عندك ماشي بتقدم اسرع من الباقين، خذ الريسورسز الموجوده في هذا البروجكت وانقلها للبروجكت الاخر بحيث انه تبقى الحركه متناغمه ومتوافقه في العمليه. اختصاصات سكيور انتاب كونسيستنسي بين بروجكت اسايد ريسورس تو ايتش بروجكت، بروجكت كرييت the condition under which project can flourish and ازدهر، solve risk and issues بحل المشاكل والاخطار المتوقعه، المشاكل والاخطار المتوقعه. Therefore stakeholder management external communication. هذه كلها من اختصاصات مانجر البيزنس تشينج مانجر. هذا اللي كان كذا دوره وعمل شويه. هتلاحظ ان الموضوع كله ما فيش حاجه كبيرة عشان كده أنا كنت فيها الحصة الماضية أمشيها مع أسعدني شلون. البزنس تشينج مانجر خلينا نرجع بس لفتة واحدة نشوف موقعه كان بجوار بروجرام مانجر. هتلاقي زي كما قلت تلاحظ من هذا الخط الموجود بين الاثنين لا يعني ذلك انه بينهم علاقة في الشغل مستقلين، ولكن في بس علاقة معنوية في العمل، لكن لا يمكن لا يستطيع احدهم ان يطلب من الاخر شيء. هذا بيشتغل وهذا بيشوف ايش اشتغل وبيوظف البنفتس اللي اخذها عشان يعكسها على الخطه الاستراتيجيه. يعني الان هي ما تشوفش انه انا لو حطيت تغيير بشيء معين لا مش حاجه تفعل المانجر للشينج مانجر الشينج مانجر يتواصل مع البروجرام مانجر عشان يتدلى. لا ما هو انت شوف لو تركت هذه من ضمن الاشياء الاداريه الثانيه، لو تركت علاقه بين الناس اللي على نفس المستوى ايش اللي بيحصل؟ لو انا مراقب حاعطيه فيدباك اقول له انت غلطت في الاوراق طيب رجع لي اياها تسوي. الهدف الاساسي انه ترفع لفوق عشان نعرف كفاءة كل واحد وهل العمل ماشي تمام. هو لو هذه العلاقة على نفس المستوى حصلت تلخبط الهيكل التنظيمي معاهم شركة تنظيمي عادة تحسن التقييم. يعني مين قال لما يكون واحد هذه بتضيع الشفافية ترانسبيرنسي عندك تقصد انه بيدخل موضوع شيء لنا شيء لك ايوه يعني لا بس انا قصدي بتحسن العيوب بتحسن العيوب بتكون فما ما هو عزم انك تحسن العيوب هنا مع معرفه من الذي يقوم بهذه العيوب وتصور ان كان المدير غير كفء ولا يستطيع
ويعرف المدير معك هذا المدير يركض ينبغي ان يتصرف تغيره ويدرجه اكثر. لكن عاده لا يتم التعامل بين الوحدات على المستوى الافقي، التعامل كله على المستوى الراسي في الاداره بشكل عام. لاحظ احنا خلصنا من البروجرام مانجر. بزنس تشينج مانجر انا كنت قلت انه بيعمل حاجه واحده بس، بيشوف المكاسب اللي حققها البروجرام مانجر ويوظفها، ياخذ الانتندد بزنس بينيفيتس اند استراتيجيك جول او جولز، يعني بياخذ هذه البينيفيتس اللي حققها البروجرام مانجر ويتاكد ان يوظفها في الاستراتيجيك جولز اللي هو. يعني ماذا؟ لو البروجرام مانجر حقق فوائد، عملنا برنامج صحيح حقق فوائد ولكن لا تخدم الاستراتيجية، هذا البرنامج لا يحصل استراتيجية إلا أنا المفروض أن أعمل هذه البروجرامز عشان أعزز الاستراتيجية اللي أنا رسمتها، مش عشان يجيب لي بنفيتس وبس. أنا أم لوكينج فور انتندد بنفيتس مش أني بنفيتس، يعني أنا أبحث عن الحاجة اللي أنا قصدتها في الاستراتيجية مش اللي تحقق، يعني مش ابحث عن تحقيق مكاسب او حسب عن تحقيق مكاسب محدده سلفا للاستراتيجيه. الرولز بزنس مانجر از فورمالي نوت بارت اوف بروجرام اورجنايزيشن. لاحظ ارجع مره ثانيه اقسمها. البروجرام مانجر عندي موجود هنا وهذا موجود، اذا هو ليس صار بروجرام اورجنايزيشن. بروجرام اورجنايزيشن لاحظ هنا هو نوت بارت اوف اورجنايزيشن، تمام ولا رجعت الشكل؟ انا واضح واضح. اختصاصاته امبلمنت كابابيلتيز ديليفري، فهذا البروجرام بيعمل امبلمنتيشن لحد الاستراتيجي. امبيد امبيد معناها يدمج، تتشينج انتو ستاندينج اورجانيزيشن، عملت تغييرات، كل ما حصلت على تغييرات ادمجها مع اورجانيزيشن حتى اشغلها. يعني انا عملت مشروع لاضافه سوفت وير، قررت السوفت وير اشتغل، اروح ادخله في الخدمه. هذا بيكون من ادوار البزنس تشينج مانجر، يدير التغييرات كل ما حصل تغيير يدمجها في الستاندينج اورجانيزيشن. Be responsible and accountable for benefits realization. مسؤول ومحاسب على تحقيق benefits, intended benefits on the IT strategy, project management office. هذا الـ project management office مثال حي للناس اللي يحبوا يشتغلوا. لاحظ لو انت مدير اداره ولاحظ انه الاداره عندها حفره منسيه من فوق نعرف انه مدخل، تحاول تعمل حاجات كده تعملها، يعني زي ما وجدنا القسم الرياضيات والفيزياء عندنا تكلم ايش نعمل؟ قلنا نضيف كمبيوتر رياضيات. كمبيوتر رياضيات؟ ايوه رياضيات، قسم الرياضيات كمبيوتر رياضيات ماثماتكس. انا اصبح يعني عندنا في العلوم لو علو في كمبيوتر ان فيزيكس في مسائل رياضيات حاسوب، ايوه رياضيات حاسوب ولا فيزياء حاسوب، في رياضيات مشاكل في الحاسوب في الفيزياء لا يحلها الا الحاسوب ولا يستطيع مهندس الحاسوب. بس انا كان موجود في جامعات العلوم في كليه حتلاقيها في اماكن كثيره. لو تحدثت عشان ما تموتش، يعني قسم الفيزياء حاليا ما عندي 6 طلاب يعني من الحرق كان سوق الديبارتمنت كامل. طبعا الرياضيات في كسوف غير عادي لدرجه انه الفيزياء في تشبع تشبع دكتور ولا ايش؟ لا مش تشبع، يعني الاخير الاخير سوق العمل محتاج ايش؟ هروب. يعني بالله عليك اقول لك اطلع رياضيات وبعدين ما فيش مدرس مليين الدنيا. هذا احد الحاجات اللي تعمل هذه هذه النعشه. لاحظ بيعمل بروجكت بلاننج، بروجريس ريبورتنج، فاينانشال ريبورتنج، ريسك مانجمنت، ايش
مانجمنت اند تشينج مانجمنت. شوف حلقه وظائف كبيره ورغم ذلك قال لك في اول نقطه ديو تو ذا ليك اوف باور نتيجه لكل تاثيره supported by MMOs have a tendency to become ignored. طبعا المدير بيعمل حاجات كثيره وجدوا انفسهم ايش عملوا؟ حولوا الى حاجه اسمها انتليجنت بي ام او. فبدل ما كان اسمه بي ام او قال لك هاي بي ام او. وبعدين شبح الدنيا كلها زي ما يقول اصحاب صنعاء. لا كفر لنفسه وظائف البيئة ما هو كان شيء بمنسيها لعيره وعملوا لأنفسهم وحطوا شوف فاليو ادد سبورت سيرفيس وعملوا سيرفيس اسمها برو اكتف ريسك ايشوز مانجمنت بيبدا يدير الريسك والايشوز قبل ما تحدثه اوبجكت ريبورتنج اناليز. لاحظ القائمة الستة هذه من الوظائف وكل واحدة حطيت لك الوصف عليها حطوا انفسهم فعادوا الى العمل بفاعليه في اطار المؤسسه الستاندرد فقط المؤسسه الدوليه. بروجرام ديزاين هذا اللي كنا قلناه انك تعمل ليه عمليه الكواليتي اشورنس بي جي اي انفورميشن هاب ريتنج انكلوز collaboration with all parties inside and outside the program to derive solutions. لو لاحظ يقول لك بتعمل مع collaboration with all parties inside and outside program. هي اساسا لو انت لاحظتها ما كانتش موجوده في البروجرام. رجع نشوفها بالشكل. ها؟ احسن ثبوت المعلومه. لاحظ هي تحت البروجرام مانجر. ايوه تحت البروجرام مانجر لا تدخل في الاعمال الداخليه للبروجكتس ولا تؤثر في البروجرام. البروجرام ما هو الا مجموعه من بروجكتس. هذه تعمل حاجه واحده اكدت لي من الجوده في منتجات البروجكتس. عمل مشترك دكتور وين لا هنا البي ام او ولا البي دي ام. لا هي تعمل تحت البروجرام مانجر ما شاء الله لكن لا تتدخل في العمل اللي بيتم. لما بيتم العمل بيقيموا الجودة عندهم ويبلغوا المدير معاهم انه الجودة كانت بما يتناسب او ما لا يتناسب وهو يتصرف بعد ذلك. فيقول لك تعمل مع الموجودين في البروجرام. ما يعطيش توجيهات ما يعطيش مانجر فقط يتواصل مع يتواصل فقط مع البروجرام مانجر. انا على التقييم فقط. ناس يقيم فقط هو يقيم الجودة كمان مش كل شيء فقط الجودة. يعني جاء إنسان مش مبذر فيه ولا يعمل ريبورت يقول انه ما حصلش جودة في الإنفاق في المشروع الفلاني أو في العملية الفلانية. يعني وحدة مراقبة جودة بالضبط. Strength BDA contribute to overall programs progress through a well-controlled scope while ensuring high quality. يقول لك لما تكون الـ BDA قوية بتؤثر فعلا أو بتساهم في كل شيء. خلي بالك لما أنت وحدة الرقابة اللي كانت عندنا في الجامعة كان لما تطلع له شيء ما يمشيش من رئيس الوحدة إلا إذا اعتمدته وتتبقى. هذه كانت تعمل كنترول صحيح أنه كان فيها مغالطة لكن كانت تعمل. حاليا ما فيش العميد يصدر ما يشاء يعني والله تعمل كونتريبيوشن في الموضوع كله وتضبط الامور كما تتمنى. لاحظ وعاد مهمة كبيرة تايب ريسبونسابيلتيز اوف بي دي اي في البروجرام اشورنس وفي الايشو ريزوليوشنز وفي اكشينج مانجمنت وفي الكواليتي اشورنس. تعمل هذه الوحده في كل هذه الاتجاهات وتعمل عمل عظيم فعلا. ويعني هنا من يريد ان يصحح
هنا يجب ان يضع الشخص المناسب في هذا المكان المناسب. هذا المكان المناسب في المكتب الصحيح على اساسه. نقرا العمليه مش اساسيه. النقطه الاخيره في هذا الموضوع نتشر بي دي اي. خلي بالك نتشر بي دي اي اشتغلنا بالبروجرام مانجمنت. لكن في تناغم او اللاينج بينها وبين نتشر بي دي اي. لاحظ لو افاد هذا الى ان البروجكت بلان ده في البورتفوليو ما بيشتغلش كويس. ممكن في مدى تعرض فيها ويغير في الابلكيشن ويشيل. هذا التناغم مهم جدا في العلاقه بالتيم. لا هو بس في تناغم بين الاثنين، يعني كل ما حصل حاجة التفت الطرف الآخر، لكن دائما تذكر لا يوجد التعامل الأفقي شيء، عشان كده حتى هنا طلعنا اللاينز مقطعة وهذه بس واضحة إنه ما فيش كوميونيكيشن واضح. كوميونيكيشن دائما يجب أن يكون له وسائله ويكون له أفراده عشان ما يبدأش الجزء الثاني. هنجلس شوية ونصلي ونرجع.